مرحبا. اهلا، كيف وصلتوا بهالدرجه؟ ولا طالعين بعد ابعد من هيك، طالعين على الديمان، بس قالوا لنا لازم نوقف نتروق بحدث جبه. لك يا ميت هلا بيكم، اهلا وسهلا. شو بدك تعملين اليوم؟ رح اعمل لك طريقه على ذوقي اليوم، رح ذوقيك البيض بقورمة والكشك بقورمة، هيدا شغلنا نحن هون، هلا بتشوف شو طيبين. بقلنا هالزعتر. بلش بالزعتر. الزعتر المنو حد، العجينة الطرية، شوي مثل البرشينة على التراب. إذا مبلشين هيك، حماس تدوق الباقي. وين صار الباقي؟ هلا بدك تدقلي اللحمة بعجينة. والله. هيدا الكشك وعم نحط له القوارمة اللي بنعملها نحن بالبيت. شوف كشك أبيض. هاي كشك بقوارمة. مش معقول كشك طري مثل كأنه لبني. قوارمة روعة، الدهن تبعها كيف هيك بدوب مع الكشك. طلعوا بالقوارمة قديش مقصوصة صغير، الدهن يلي دايب كله. هلا بدك تعطينا رأيك بالقوارمة. وهيدي البيض بدها راس بندورة شوية نعنع. ما كنت منتظر انه انبسط هالقد، ما كنت منتظر اكل شيء اكل طيب هالقد. طلعوا البيض، طلعوا اللحمه. بدي ذوقيك العرقات تبعولنا اللي بنشيله بعد الساعه 8 ونص. كلود انا رح اتركك لانه على مشواري طويل، ميرسي على كل شيء. حكيتك جايين لعندك على الديمان لنكتشف نشوف الضيعة شو فيها ونعمل أشياء طيبة. تمام. نهار سقع، طقس بعقد، بعدها عم تتلج، صارت عمري أكثر من 30 سنتيمتر وقررنا نطلع على بقع كفرة. بقع كفرة هي أعلى ضيعة مأهولة بالسكان بلبنان على علو 1800 متر، ما بعرف إذا بنوصل، بس على الطريق وقفنا على حدث الجبة تروقنا وهلأ بالديمان بمقر الصيف البطريركية المارونية محل ما التقينا بميشيل. ميشيل رح يخدني يبرمني ويعرفني على المنطقة على هالدير الحلو. دق الجرس، صار وقت الترويقة بالديمان. تعالوا معي. وين انت عايش هون؟ بالبتراكي بالديمان سير شيتي، ومثل ما شايفين اليوم ثلج عم تثلج والطرقات مفتوحه. اهلا وسهلا بالجميع. مين ما كان في يطلع لهون عم تعمل ديمان؟ اكيد مفتوحه للكل واهلا وسهلا بالجميع. بيض بلدي، جبنه بلديه، زيتون بلدي، لبنه بلديه، كل شيء بلدي. مربى مرشل بالزعتر بلدي، هاي هي تربية الدير. شايف مطول بعمرك. صحتين. عن جد اكلات عندك واحد بعيش 100 سنة. شو هالمنظر الرائع. هيدا الفيو هون عادة لو ما في الضيطة والثلج كيف بتبقى الوادي لأنه بين كلها من تحت لغلى الأرز، طريقة الأرز لفوق، كل الضيع كمان بدك خسرون مع كفرة كلهم ببينوا. باي شباب، ميرسي. ما الحمد وقت استراحة مطال إنه بين. يلا. هذا ترويق. شو بدنا ناكل؟ تعال ايش عم بقول لك؟ قالوا لي ملحمة طازة بلدية لحمة نية. أنا بربك. كاس عرق؟ كاس عرق. عم بدوق لي الفرق بين اللحمة ضف اليوم طازة سخنة، يعني رح تعملها سخنة يعني طرية أكثر بكثير. رح نعملها ساعتين ثلاثة مثلا.
حتى بيطلع منها هيك شوي بابلز هواء. ايوه ثاني وحده لونها بيتغير. ايه مسقعه اصغر شيء كده من الصبح. هلا هون هذه الجمعة جمعة المنفعة، يعني كل الناس بتاكل لحم، كل الجمعة بنقضيها اكل لحم وسكر. هلا بتذوق. هالخروف، لا هون بسموه خروف. خروف من ساعتين انذبح، لحمة طازة، انعملت كفتة نية، انشوت على الصوبيا. ترويقة بالدين بالديمان، وترويقة تانية عن جوزيف مع كاس عرق، كفتة نية، لحمة نية، كاسة جوزيف. إذا طالعين على الديمان ملحمة مطلق النوبي لازم توفر عنده. نحن طالعين على كفرة، بس قالونا ما فيكم تقطعوا بلا ما توقفوا عند شربي اللي عنده بيتزا غير شكل. حضرون منطقة الطيف كثير كثير يعني حلوة وكثير بيأذوني مقصودة يعني وايد. بيتزا هالكبر مثلا قد ايه حقها؟ هيدي 20 قرص. هذا الصوص انا بعمله. هلا بنعبيها جنبه. بدها صورة. بس عم تقدروا تشوفوا معي انه هاي البيتزا تقريبا 50 سنتيمتر، شفتوا عن اي كبر عم نحكي؟ في اشياء طيبة وفي اشياء ما بتتصدق. طلعوا على حصرون، المشوار بيحرز، مش معقول. تحتان، اهلا وسهلا فيكم. وصلنا على كفرة، تلج وبعدها عم تتلج، حجر، بيوت قديمة، بواب قديمة. بيقدر الواحد ما يحس شيء صار بيفوت على بيته لما شربي يلي خلق هون يلي ربي هون بيبقى كفرة. مع كل الساعة بضلكم هون صيف شتاء؟ ايه ما نروح مطعم. عايشين هون تشتغلوا هون؟ ايه ما نروح مطعم. بطاطا مشوية، فاصوليا مجددة، هذيك الشتوية يعني مخلوطة كنا نعملها بالشتوية. ويوم الأحد والسبت بنجيب لحمة ونعكب بنيه وراس وهاك. هلا اليوم عم نشوف في ثلج تقريبا شي 30 سنتي، أيام زمان شو كانت تعمل 3 4 أمتار؟ أول عملت على الشباك هيدا شين مبين؟ تعملنا مترين ثلاثة. صباحك طلع نور هالدنيا وحلوة. كل طحونة إلها شغلة. كل واحدة إلها شغلة. طحونة برغل بشيل جدارة. هذا الكشك اليابس، هذا كل شيء قامح طحين يعني قامح ودارة حمص. عم تعمل برمين بيض؟ ايه مشان نحط فيه بيض بديل البلاستيك بديل الفخارة بديل كذا. هلا هذا خشب سنجين. يلا هيك بدنا نبدا. يلا. بروحك غنى. يلا تفضل. بحبك. بحبك يا صبح. كل بتطلعوا لنا وانتوا تشربوا عن هذه هلا على جمعة مرفع. دو ولا تسأل خبزين بلا أسئلة. عن كفر برمتنا لكام؟ كيسر؟ خليكم وعمالك شوي شوي قبل نهار الأحد. تعرفنا على العائلة كلها، كل واحد منكم بيعمل شيء. خصة اكتشافات عندك. ايه بتشربنا شو؟ شراب الجوز. شراب الجوز. على علوق 1800 متر ما في محلات ساش فاتحين بالشتاء وما في سناكات فاتحين بالشتاء، ففتت عن بيت سليمان يلي هو بيت من اصل 50 واحد باقي بكبع كفر على علوق 1800 متر صيف شتاء. شربونا اشياء طيبه وطعمونا اشياء طيبه، رح تشوفوا انه هيدي ضيعه ما في منها اثنين، عايشه صيف شتاء.
تعال نكفي البرمه. يا شرب الكتير غالي عوطنا وعالقالي عن وطننا وعن أهالي. أهلا وسهلا شرفونا حبابينا. مرسي. من بعد ما اخذنا النعمة من مار شربل بيبقى كفرة، رجعنا نتغدى بمنطقة اسمها بزعون، مطعم النورج يلي هو عنده اكل لبناني من البيت. تعرفنا على جورج يلي بيطبخ بمطبخه، الحمص مع لحمة، البطاطا أكيد. وهي تحلية مهضومة بالمشبرح بسموها بسكوت وراحة. شو بعد عنا اليوم؟ والله مرقنا على الديمان بالنهار، بس أهم شيء ما مرقناه هو الديمان بالليل. بلشت برمتنا بالديمان وخلصت بالديمان بمشوار فيه قيم روحية وتاريخية. جربنا نفرجيكم قسم من لبنان الأبيض تحت التلج قبل ما تخلص الشتوية. تعرفنا على ناس طيبة، أكلنا أكل كتير طيب. طلعوا قبل ما تخلص الشتوية ورح نرجع بالصيفية تنفرجيكم يعمل غير منظر. إن شاء الله يكون مشوارنا عجبكم، نلتقى بالحلقة الجاية.